وبما ان النادي الاهلي الحقيقه لا يتوقف على الفوز وتحقيق البطولات كذلك قناه النادي الاهلي لا تتوقف ابدا على الاحتفال بفريقها فريق النادي الاهلي كل فرق النادي الاهلي الحقيقه وان شاء الله بكره في احتفاليه كبيره لابطال الكره الطائره الحقيقه عاملينها هنا في قناه النادي الاهلي دائما قناه النادي الاهلي ما بتكون واقفه في ظهر كل فرق النادي الاهلي يا رب يا رب دايما افراح ويا رب يا رب دايما نكون مبسوطين مع بعض ودايما ان شاء الله النادي الاهلي يظل هو الكلمه او كلمه السعاده الحقيقه اللي بيشعر بها جمهور النادي الاهلي في الرياضه المصريه